السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد، وكنعتذر على التأخير. الوصفة اللي هنقدم لكم اليومين إن شاء الله بيتزا بالصابانيا والجبن. بيتزا سهلة وفي نفس الوقت كتجي لذيذة وروعة. المقادير اللي هادي نحتاج عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق، 4 الكؤوس ديال الفورس ليكون نوعية جيدة، وكاس كنديرو ديال الفينو. ضروري كندخل فيها كاس ديال الفينو باش كتجيني مقرمشه. عندي هنا ربع كاس ديال زيت العود، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال سكر سنيده، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق، وكنجمعها بكاس ديال الحليب دافي. وكنستعمل في قلب العجين واحد راس المعلقه ديال الثومه بودره، راس المعلقه كنضيفها على العجين. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. كنوضعوا الخميره، وكنوضعوا المعلقه ديال السنيده، وكنوضعوا 4 كاس ديال زيت العود. كنخلط هاد المكونات كلها بيديه. وكنضيف الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. لاباط ديالها سهله، في نفس الوقت كتجي زوينه ولذيذه. دابا كنضيف، كنجمع بالحليب دافي، ما يكونش بارد من الثلاجه. ولا بغيتيو تجمعوها بالماء يمكن لكم ديروا معلقه ديال الحليب كبيره بودره، الا توفرت عندكم. ما توفرتش يمكن لكم تجمعوه بالحليب. كنجمع لاباط ديالي، هانتوما كتلاحظوا ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. صافي، وكنوضعها على سطح العمل، وكنحاول ندلكها واحد شويه، ماشي بزاف، واحد شويه، ما كتاخذش منا واحد الوقت كتير. صافي، واحد 3 ديال الدقائق، وكنردوها للمول اللي جمعناها فيه، وكنغطيوها ببلاستيك غذائي، وكنخليوها حتى كتخمر مزيان. غادي ندوزو نحضرو صوص طوماط اللي كنرافقو مع البيتزا ديالنا الغنيه على التعريف. غادي ندوزو نديرو فيها جوج مطيشات محكوكين، وكنصفيوهم من الزريعه ضروري ومن ديك القشيرات. اي وصفه درنا فيها مطيشه محكوكه الا كنصفيوها من الزريعه. كندير واحد سنين في ديال الثومه، وكندير واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وواحد المعلقه كبيره ديال زيت العود. وكنضيف الا توفر عندكم الثومه بودره حتى هي كنضيف واحد راس المعلقه، رغم ان كندير هاد السنينف كيعطيها واحد الطروعه. وكندير واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، وفي النهايه كنضيف شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر، وكتطلع صوص طوماط غزاله. ندوزو ان شاء الله نحضروها جميع. كنضيف المكونات اللي ذكرت لكم، ضريس ديال الثومه، وكندير معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود، وراس المعلقه ديال الثومه بودره. صافي، وكنخلط هاد العناصر مزيان حتى كطيب ديك الثومه معنا وتقلى هاد الصوص. صوص الطوماط ديالنا هي وجدات، حتى تاش معنا 3 ديال الدقائق، هي على ما كطيب ديك التويمه وتحمر. صافي، كنضيفو الملحه على حسب الذوق، وكنضيفو واحد راس المعلقه ديال الابزار، وكنضيف شويه ديال الزعتر. صافي، وكنطفي على النار، وندوزو ان شاء الله لمرحله وحده. شحنا الصوص طوماط، دابا دسنا قطعنا الفلفله بهذه الطريقه. عندي فلفله الوان خضراء وصفراء وحمراء، كنبقى رقيقه، تحاولوا معها تقطعوها رقيقه بزاف، وكنرشوها بشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وما كنشحرهاش.
عندي هنا جوج علب ديال الطون ديال الزيت، وعندي موتزاريلا. موتزاريلا ما حكيتهاش، قطعتها بهذه الطريقه، غادي نديرها في البيتزا هكذا. وعندي الزيتون، وندوزو ان شاء الله نطحنو السابانيخ وشويه ديال الجبن. 50 غرام ديال السابانيخ شحرتها غير في ميها حتى شربت ديك الميه ديالها في مقيله. دي معلقه كبيره ديال الجبلي، وكنطحنها شويه ديال الملحه وشنيتفه ديال الابزار. طحنوها بهذه الطريقه هانتوما كتلاحظوا. بغيتيو ديروا تزيدوا معها مثلثات الفرماج، تزيدوا معها واحد المثلث ولا جوج. دابا غادي ندوزو نطلقوا العجين ديالنا بعد ما خمر. دابا غادي ندوزو العجين بعد ما ذوب الحجم ديالها كما كتلاحظوا. كنحاولوا نزولوا من هاد الخميره، وكنطلقوها يمكن لكم ديريهم صغار ولا كبار على حسب الرغبه ديالكم. صافي كنقطعوا العجين نحربلوه بهذه الطريقه، كنحاولوا نديروهم شويه مقادين. قطعت العجين ديالي على 6 ديال الكويرات، وخلي وغطيتهم بلاستيك غذائي وخليته يرتاحوا واحد 10 دقائق. وهادي ندوزو نطلقوا الكويره الاولى. كنرش سطح العمل، انا كنفضل ندير الفينو ما نديرش الفورس، كنبغي ديك التقرميشه في البيتزا ديالي. صافي وكناخذ الدلك وكنطلق، انا كنطلق وانا كندور باش كتجيني دائريه. كنحاول نزول هاد البقايا ديال الطحين، وكناخذ هاد الصينيه اللي غندخل فيها البيتزا ديالي، وكناخذ لي زيبينار اللي طحنت معكم كنديرو في واحد لابوش، وكنحاول ندوز جنيب بهاد الطريقه وانا ماشي. الطريقه ديال البيتزا كتجي زوينه، خصها شويه ديال الخاطر وفي نفس الوقت صحيه. صافي كنحاول نقلب هاد الجنيبات وكنثبت بيديا، انا كنقلب وانا كنبرك. في نفس الوقت كنعليو هاد الحريف وكنعطيوها مذاق. بعد ما جمعت الجنيبات دابا كناخذ صوص طوماط كنمشيها قلب البيتزا. صافي كنطلقو الفلفله، كنحاولوا نشكلوها نديرو وحيده بوحيده. وكناخذو كديرو وحيده بوحيده بهذه الطريقه، وكنديرو هاد الحلقات ديال الفلفله الخضراء، ومن بعد كنديرو الزيتون. نحاولوا نديروا نصيص ديال الزيتون في كل خريصه ديال الفلفل الاخضر. دابا كناخذ طريفات ديال الطون كما كتلاحظوا قطعتهم شرائح، طريفات الفرماج. دابا كناخذوا طريفات الفرماج كما كتلاحظوا قطعتهم شرائح بهذه الطريقه. صافي وكندير الطون،
كنحاول نمشي الطون على البيتزا ديالي بهذه الطريقه، وكندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله. ومن بعد ما كطيب كندردرو عليها شي شويه ديال الزعتر. كما كتلاحظوا هذه هي البيتزا ديالنا بعد ما درناها في الفران على درجه حراره عاليه وهبطناها. منين طابت من التحت هبطناها، خدات ديك هاد التحميره، وما نقول لكمش على ريحه وعلى مذاق، كتجي روعه. انا نقطع معكم واحد الطريف، يمكن لكم ديروا بهذا القياس، القياس اللي بغيتيهم نتوما. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في صفه جديده وفيديو جديد.